اسمع جمال ريان بيقول ايه. السيسي هو سبب تفتيت الأمة العربية والإسلامية، والسعودية مسكينة فعلا مقارنة بالسيسي المتقمص دور المسكين، فهو من يقف بخبص وراء كل الأزمات والخلافات العربية من الألف إلى الياء، وهو أكبر داعم لإسرائيل ضد العرب والإسلام. ده رأي الأستاذ جمال ريان. بس ما تنساش برضو أن الأستاذ جمال ريان الحقيقة أصله فلسطيني، ده رأيه. لكن تعال نشوف بقى، والله يوما ما قلنا في البرنامج ده السيسي بيسعى لحاجة مهمة جدا، انه ياخد نوبل للسلام. والله 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 قلنا الكلام ده في البرنامج ده، هنا السيسي هيبيض وياخد جايزة نوبل في السلام. هيبيض يعني ممكن يبيع الكعبة، يبيع الحرم النبوي في المدينة، بس ياخد جايزة نوبل في السلام. وتشكش تولع اي حاجة يعني. النهاردة اتقال الكلام ده اهو، صحيفة إسرائيلية، السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام لهذه الأسباب. أدي الجرزاليون بوست بتقول إن السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام، وذلك لإنقاذ مصر والمنطقة من كارثة الإرهاب الوحشي. وأوضح التقرير أن رجلا واحد فقط والمسؤول عن منع تنظيم داعش من التوغل هو السيسي. ده اللي قالته النهاردة. مش بس هي ده اللي قالته، ده النهاردة 29 أغسطس يعني امبارح. لا ده مش بس ده، ده في جرايد اسرائيليه ثانيه اتكلمت قالت نفس الكلام قبل كده برضو، بس ده النهارده. جورنال اسرائيلي مهم هو بيقول السيسي يستحق جائزه نوبل للسلام. يا جماعه انا عايز اقول لحضرتك انه مش بعيد يوما ما لو وصلوا لاتفاق، خاصه ان عباس ابو مازن النهارده قال كلام خطر جدا، قيل على لسانه ما اعرفش اذا كان حقيقه ولا لا، انه موافق على قيام دوله فلسطينيه بدون جيش على حدود 67، لكن بدون جيش ولا اي حاجه ولا سلطه. الكلام ده خطير جدا لو هو بيقولوا لي انه قال كده فعلا، هو قال كده فعلا. اذا حتى محمود عباس ابو مازن نفسه يبقى رئيس دوله وخلاص. اي دوله، في دوله في الدنيا ملهاش جيش؟ هو النهارده قال الكلام ده. لو حصل ده السيسي ممكن فعلا ياخد جائزه نوبل للسلام، ياخدها مناصفة بقى مع أي كلب صهيوني مش مشكلة، لكن في النهاية هو ده اللي السيسي عايزه. السيسي فشل إن يكون عبد الناصر رئيس له شعبية كاسحة حتى الآن، فبيبحث إنه يكون زي السادات، رئيس ياخد الجايزة ويموت ومحدش يفتكره، أو يعني اللي بيحبوا يكونوا قليلين. عرفتوا بقى مين الملاك التاني؟